هنعمل ايه بقى النهارده؟ طاجن رز معمر، ولكن مش ازاي يا شيف، ابسط مما يكون، وفي لحم اكتر من الحمام وطعمه كويس جدا، وثقافه وفكره ان لا اصل زفر، لا اصل لا، مفيش الكلام ده، لان كل السمان دلوقتي اللي موجود كله بتاع مزارع، فبياكل زي الفراخ والبط. اما اللي احنا بنقول عليه زفر كان البلدي بتاع زمان اللي كان بيجي في اماكن معينه في موسم معين، فبينزل على الشواطئ وممكن ياكل سمك، فبالتالي لحمه يبقى زفر شويه. فدي ما تقلقوش منها، عشان بس نوضح المعلومه، لان في بعض الناس يقول لك لا والله اصل زفر، مين اللي قال يعني ازاي؟ ولا زفر ولا اي شيء، هي كانت بس موجود فعلا، وده بيبقى ليه موسم، وبالتالي يعني على ما اعتقد مش موسمه دلوقتي، في مزارع كتير جدا بتعمل حكايه بشكل زي الفراخ والبط والحمام والحاجات دي. واللي ملوش مزاج جايب حته لحم برده صغيره فيها نص كيلو نص عرق كده، هعملها تريبيانكو لطيفه، وهعملها زي لحمه بارده، وتقطع بصوص مشروب على حبه لسان عصفور، نحب ندفنهم في النص ماشي، نحب نقطع مع مشروم برده ماشي، هنشوف الحكايه ماشيه ازاي. وعندي كمان لفه جلاش لقيتها هعمل بيها ايه؟ قلت طب ما احنا ممكن نجيب حبه الكنافه دول ونعمل تركيبه كده، خلطه حلوه قوي هتعجب حضراتكم ان شاء الله، مقرمشه كده، واي حد يخش المطبخ مش محتاجه حاجه يعني. طيب نبدا بايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالسمان. السمان انا من الناس اللي بحب دايما اي حاجه في الرز المعمر تستوي الاول، حتى لو رز تسويه. ليه يا شيف؟ عشان مش صح اني اجيب لبن وكريمه وقشطه وسمنه ورز وسمان او فراخ او لحمه مع بعض وادخلهم جوه الفرن. في ناس بتعمل كده، تحترم ومفيش اي مشاكل، ولكن لو فكرنا بفكره ان انا اديهم بس ايه زي ما بنقول كده صدمه، على الاقل اخد لون واقفل شويه المسام بتاع الطيور او اللحمه او الفراخ، ما تزفرنيش بس الدنيا، ده المقصود. حبه فلفل اسود، بسم الله الرحمن الرحيم، وحبه ملح، وخد مني كمان عشان بس كلمه الزفاره، لو 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 بصوا الليمونه دي شايفينها، وعندي حبه زعتر شايفينهم برضو اكيد، وحتى الليمونه معاهم كمان، وهجيب حبه زيت عادي عليهم كمان. ده الحكايه دي كلها الرز المعمر. وخد مني كمان دي تاتش توم، بص قد ايه، فص توم صغير بس اهو، حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. وهاجي هروح جايب عندي برضو سنه زيت في طاسه سخنه اهو، هاخد شنطه كده بس بسيطه على ما اظبط اموري هنا خلاص تمام. هتدي حاجه تانيه؟ والله انا كده شايف الامور زي الفل. وممكن برضو ندي لون احمر كده، بابريكا شويه يديها احمرار، وخد برضو كمان بحر حاجتنا عادي، سن البهار من بتاعنا، وابدا الحاجات دي كلها. بصوا السمان شكله عامل ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو لسه فريش، ما اتحطش لسه في الحله ولا في الطاسه اهو. الزعتر اكيد مديله نفس كويس، الليمونه لما نزلت يعني علت التست، فص الثوم اكيد ليه وجود. الحاجات دي كلها سهله جدا، ما فيهاش اي صعوبه قدام حضراتكم. بسم الله على الطاسه، وهنزل اخد لون، بسم الله اللون ده ليه يا شيف؟ عشان لما احطه عندي في قلب الطاجن يبقى برده ليه شكل كويس اهو كده اهو، واسيبهم شويه. طيب كده اول حاجه عملناها. الحاجه الثانيه هبدا اجيب عندي كيس رز واغسله واصفيه، واغسله واصفيه اهو، تمام تمام. وبعد كده ايه عندي اللبن، بسيبه يدفى شويه الاول، يدفى في على البوتاجاز، وهجيب عندي بوله فاضيه، بسم الله الرحمن الرحيم زي كده مثلا، وتعالوا نقفل الخلطه الحلوه بتاعت الرز المعمر. الناحيه الثانيه احنا شغالين عادي جدا على السمان، بياخد الشنطه بتاعته او الصدمه بتاعته، وهنرجع له حالا مع حضراتكم بس ياخد اللون، ونبدا نبص او نقلب عشان ناخد الشنطه او اللون من ناحيه ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اديله سنه كمان شويه مش متسربع عليه، حطيت على النار دي اعلى شويه كده، وسيبه قدام عينيا وهرجع له تاني. طيب هبدا اعمل ايه بقى؟ جايب عندي الصراحه سمنه بلدي او صفرة او زبده براحتنا، وحته قشطه عادي بالعلب او من عند اللبان، تمام، وحبه كريمه لباني. انا احب ادلع الحاجات دي شويه عشان الواحد ما بياكلهاش كتير، ويوم ما بياكلها تبقى دسمه قوي، بس تبقى طعمها عالي جدا وتبقى نظيفه بدل في البيت. حلو الكلام، كلام جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ادي عندي الاول خالص هجيب معلقه السمنه بتاعتي اهو، ماشي تمام، على معلقه السمنه دي ركزوا معايا في اللي جاي بقى. بصوا اللي جاي ايه بقى،
مكعب مرقة، معلش هودوني لحد النهاية واسمعوا كلام أخوك مش هيخسر حاجة. وعليها كمان سنة جوزة الطيب، ولو حبيت أحط عندي حبة بهار. ماشي الكلام لحد كده؟ كلام جميل. وهقلب ده بس الأول لوحده أهو، وأجي أروح مديه حبة ملح أهو. ريحة جوزة الطيب مع السمنة مع مكعب المرقة، مدي تيست عالي اه. شوف المنظر اه، ماشي الكلام. انزل عندي بكوبايه الرز بتاعتي، بسم الله. يعني طريقه انا عارف ان يكون في ناس تعمل احسن مني بكتير جدا، ولكن لا مانع لما نجرب مش هنخسر. هقلب دول مع بعض، شامم ريح فحفحه السمنه عامله ازاي، فحفحه مع بهارات بسيطه اه مش باينين، شايفين الكلام. طيب ايه تاني يا شيف؟ والله ولا حاجه، هجيب عندي حبة قشطة أو معلقة قشطة كبيرة زي ما حضراتكم شايفين أهو، وأبدأ برضو أدوبها في قلب الرز مع السمنة أه واحدة واحدة. واللبن عندي بيدفى الناحية التانية، والطاجن حسب الرغبة، لو عندي سخن ماشي، بارد برضو ماشي. أنا مأمن حاجتي إن شاء الله بفكرة اللبن الدافي أهو كده أهو، حاجتي برضو اتقلبت هنا كويس زي ما حضراتكم شايفين. طيب إيه تاني يا شيف؟ هجيب عندي حبة الكريمة اللباني، لسه ما حضرتش اللبن برضو أهو. كل دي كل تجويد طعم، بظبط اموري، بعمل تيست حلو. مش معقوله بعد الحلاوه دي كلها اروح جايب عليها سمان ني او حمام ني وحاطه في النص، او لحمه بتلو او اي كده، مش معقول. يعني انا مش بعترض على اللي بيعملوه، بس بقول لو هيبقى وحش برضو اه. شوف بقى التجويد، ما هو تجويد، معلش شوف الكلام اه كده، وادلع اموري واخلي الحاجه تتحيق وتبقى نفسها فيها كده من البدايه اهو، باينه جدا وكل حاجه واضحه ما فيهاش اي تفاصيل. لحد كده احنا زي الفل، زي الفل باذن الله. وهتيجي على دول، يلا بالمره. ماشي، هسيب الكلام ده على جنب واروح ابص الاول بقى على اللي في النار، لان مهم جدا ان الحاجه تكون اللي في النار دي خارج اللون اللي انا عايزه، عشان تقابلني في نفس الطريق ان انا بتكلم فيه. بسم الله، الله اكبر اهو، ادي اللون بمنتهى البساطه، والصدمه لطيفه جدا ما فيهاش اي صعوبه. هديها بس كمان سنه وهبدا اخش على طول في التقفيل بتاع الطاجن. هجهز عندي الطاجن بالمره، واللبن عندي خلاص دافي، نجيب الطاجن عفوا اي طاجن عندك في البيت تقدر تعمل فيه الكلام ده كله، ما فيهوش اي حاجه من الصعوبه. هجيب عندي كميه الرز المعمر بتاعي او اللي انا عملته الخليط ده كله هنا كده اهو، تمام. وابدا اساوي، شوف المنظر عامل ازاي، مفيش اي حاجه خالص صعبه اهو. ماشي ماشي الكلام. طيب وبعدين الحليب الدافي ينزل نفس الكلام كده اغطي الرز، وبسيب عندي حبه سيكه كده عشان لو احتجتهم، وارجع اشرب بقى الطاجن ده كله الرز في كل حته. بصوا بعمل ايه عشان كله يبقى واخد حقه اهو اهو، كل واحد له طريقه، انتوا احسن والله. بس عشان اعرف في ناس تقول لا اصل انا بحب احطه ني في ني، انا قلت فكرتي وقلت وجهه نظري، حابين نعمل ده اوكي، مش حابين برضو اوكي اهو كده. امورنا تساوت، حاضر لحظه واحده، تمام لحد كده زي الفل باذن الله. السمان اخباره ايه يا شيف؟ تعال نشوف على طول اهو، خد اللون اللي انا عايزه، اصفي وابدا هنا اقفل حاجتي بقى. بص نزل على النظافه ازاي، هو ده المطلوب اثباته اهو اهو. وشكرا على كده، وناخد بعضينا والتجويده الاخيره بتاعت وش الزبده بقى بتاعت المعمر دي، حتى كده وكده عسل قوي وبالهنا والشفا. ده يروح فين؟ على طول على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. افندم منان هانم، حاضر. الو الو، صباح الفل يا فندم.
صباح النور يا شيخ علاء. اهلا وسهلا بيك. صباحك زي الفل ان شاء الله. كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير يا فندم. ربنا دايما بخير. تسلم ايدك. شكرا. تسلم ايدك. شكرا يا فندم. كل ذوق. انا متعلمه الطريقه دي من ماما ومن حماتي. نفس الطريقه دي الرز المعمر. وهقول لك على طريقتها يا علاء. انا يا سلام. برضو نفس زي ما انت بتعمل. طب الحمد لله زي ما هم بيعملوا قصدك. واحط الزبده وادعكها بالملح. كل حبايه رز شاربه. بالظبط. خدت بالك؟ يبقى كل حبايه رز ملفوفه بالقشطه والزبده او السمنه. مظبوط مظبوط. واللبن يبقى سخن واحطها عليها واحطها في الفرن. لو في لحمه بتلو بحطها في الاول بس تكون مستويه. ايوه برافو عليك. الطواجن واحطها في قلب الطاجن من تحت واحط عليها. الله اكبر. نفس العمايل يا شيف علاء. تسلم ايدك. تسلم ده ايدك. انا اتشرف والله يا فندم. تسلم ايدك والله. يا حاجتك ريحتها طالعه لغايه عندنا يا شيف علاء. ده من ذوقك يا فندم. كلك ذوق. تسلمي. تسلم ايدك. تسلم ايدك. طب خير ايه النهارده بقى على الفطار؟ غششيني بقى. ابني يعني شغله وعازم اصحابه بتوع الجامعه كلهم حوالي 20 شاب كده. ما شاء الله. كلهم عايزين اكل ماما. فمش عارفه يعني محتاره يعني. أوكي. انا يعني تقترح عليا في دماغي حاجات ومش عارفه اقترح. طب نشترك مع بعض في الافكار. تفضل يعني تقول لي. طيب اولا هم شباب. عمر كام سنه؟ شباب بتاع 25 الله اكبر. طيب هنعمل حاجات لطيفه قوي سريعه عشان خاطر الشباب تاكلها وعشان نوفر عليك الوقت. ربنا يكرمك. اولا هنجيب على 20 خمس ست فرخات حلوين. ايوه انا عم بحسب. قطع الفراخ دي على اربع تربع او نصين. اوكي. وهنجيب أيوة تتبيله حلوه بميه بصل وميه طماطم وعلبه زبادي وحبه صلصه طماطم واي تتبيله عندك من البهارات الحلوه بتاعه مثلا الفراخ التكه الفراخ التندوري السكه دي. اوكي. ونتبلها بالزبادي وبودره زعفران تقولها محمر. ونقلب كويس قوي الفراخ دي ونسيبها بدري تاخد تتبيله حلوه ونشرح الوراك والصدور نخلي التتبيله دي تخش جوه كده وتعيش. طبعا ده هيتشوي على الشبكه هيطلع معاك فراخ مشويه في البيت في أمر. في البوتاجاز يا شيف علاء. لا يا فندم على الشبكه في الفرن. اوكي تمام. أوكي. معاها ايه بقى؟ كوبايه رز بسمتي قدامك كوبايتين من المرقه. الكوبايتين المرقه دول فيهم معلقه سمنه او زبده فيهم ورق غار ليمونه ناشفه قرفه خشب فيها الدلع كله بتاع حضرتك وتشربي بيها الرز. يبقى كده عملت طبق حلو. الطبق الثاني حضرتك ممكن تعملي حله محشي حلوه مشكله او ورق عنب بيحبوه الشباب. عملنا ايوه في عملت ورق عنب وحطيت. تمام. يبقى الطبق الثالث. يبقى الطبق الثالث صينيتين جلاش حلوين او رقاق. ايوه رقاق. تمام. انا بقول لك الحاجات يا شيف علاء. صينيتين هيكفوا يا فندم؟ صينيتين هيكفوا. لا يا فندم انا مش قصدي صينيتين بالعدد. انا قصدي ان الكميه اللي انت حباها طبعا بس انا بدي اوفر يعني او الاوبشن يعني. ما انا محتاره اعمل ثلاثه ولا اعملي. بصي الجلاش مش هيخسر ومش غالي ان هو يعني لو حصل حاجه. لا لا مش على الغلو والله انا يعني بس على. فما تقلقيش هاتي ثلاث لفات واعملي اللي قدامك. عايزه بقى ما تعمليش جلاش وتبعتي تجيب 2 كيلو رقاق طري وكيلو لحمه مفرومه وتعصجيه وتلفيهم سندوتشات احلى. يعني هتبعتي حد يجيب لك رقاق طري من عند الراجل بتاع الكنافه 2 كيلو. صح. هتلاقي الرقاقه حلوه عامل زي عيش الصاج كده. عفوا. طب هتعصبي الحاجات الثانيه في اللحوم ايه بقى يا علاء؟ طيب خلصي كلامك عشان اتكلم براحتي عشان ما اقاطعكيش. لا 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 براحتك انت. لا اتفضلي. براحتك خالص. طيب اللحوم زي ما حضرتك انا بشكرك مبدئيا شكرا جزيلا للحركه الفنيه وهكمل لك على طول. اللحوم احنا قلنا الفراخ اي حاجه بقى حباها مثلا ثانيه اللحمه ممكن حضرتك لو حابه لحمه يعني اي لحمه لو يعني انا مش عارف برضو ان ممكن عندك في البيت ايه مثلا مش عايز برضو اجيب لك اسامي كبيره مش عايز اخلف في تريبيانكو ولا انت كوت ولكن تعالى نتكلم في حته لحمه كل الناس ما بتختلفش عليها اللي هي حته لحمه بتاعه الانتر كوت. انتر كوت اللي هي حته لحمه بتبقى ناعمه جدا فيها داير ما يدور كده في الدهون. حضرتك هتجيب 2 3 كيلو مثلا هتتبليهم كويس قوي برضو تشويهم على الطاسه او تعمليهم صينيه ممكن ده اوبشن لحضرتك. وحضرتك الناحيه الثانيه عامله رز ممكن تعمله مع دوش شعريه او لسان عصفور ده اوبشن. يبقى انت عملت طبقين كبار فراخ ولحمه والجلاش وورق العنب ولو في سمبوسه كبيبه وبالهنا والشفا. تعال نبص بصه على في الفرن. فاكرين طاجن السمان؟ تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين انا عامل فيه حركه حلوه كمان حطه فوق الشبكه. ليه يا شيف؟ عشان يستوي. مهما يستوي ما يلزقش مني ما يخشش معايا في مرحله اللي انا خايف ان يتلسع كده. احنا تمام. اللون حلو وكل حاجه بس اعرف منه هو استوى لما اللبن او الكريمه تبدا تجف سنه تنشف فاشوف حبايه الرز مستويه. هنشوف ان شاء الله في النتيجه في الاخر برضو ولكن امورنا واضحه مع حضراتكم. معلقه الزبده اللي حطيناها ادت لون حلو والتشويحه مهمه جدا.
تسأل نطلع بقى على طول. الله أكبر على الرز المعمر. الرز المعمر يطلع على طول برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ناخد تأمل، نظرة تأمل بس، نبص نشوف أخبارنا إيه. هنا بقى طاجن الرز المعمر مفهوش كلام كتير، أنا بس هعمل حاجة حلوة، زي ما قلت لكم من شوية هعرف منين استوى لما أشوف أصغر معلقة عندي الرزاية. بص بعمل إزاي؟ بص الرزاية يا فندم، تعالى بس خش معايا ما تكسفش، تعالى بس والله، خش يا أستاذ خالد. أهو شوف الرزاية عاملة إزاي جوه؟ باي مش معجنة، مش مكسرة. تفرق؟ تفرق طبعًا. يا فندم هنا يا سلام، عينينا الاتنين عشان سخن بس اهو. بص يا فندم اهو، بص الرزيه جوه عامله ازاي، الحباب حبتها. يعني ايه؟ يعني معيار الرز بتاعك مظبوط، معيار اللبن مظبوط، السمنه او القشطه او الكريمه مظبوطين، يطلع معاك اللون زي ما حضراتكم شايفين. بص بقى هنا السمنيه عامله ازاي، بص بص بص، شوف 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 شوف. طب انا شوف 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 التسويات، شوف الالوان، ولا كلمه. ليه بتقول كده يا شيف؟ عشان احنا مظبطين امورنا ومنظفين الدنيا ومجتهدين في تشويح السمان او اللحمه او الفراخ. انت ليه قافش على دي قوي يا شيف؟ اقول لك قافش ليه؟ عشان الناس كتير قوي بتقابلني تقول لا احب اعملها ني. ني ليه يا فندم؟ ما كنت يعني سهله. بص بعمل ايه في الاخر؟ بلمع حاجتي. تتشدي ليك انت كمان ست البيت، والله العظيم انا هدفي حضرتك انت تعملي احسن مني 100 مره. انا يعني عايزكم تعملوا كل حاجه، لان لما تعملوا حاجه حلوه وتقولوا ان علاء عملها واحنا عملناها، انا هكون فخور جدا بشغلي ده، اللي عشان كده بقعد اقول لكم دايما اعملوا ده.